غيرة أهلاً أهلاً يا أصدقائي في حلقة جديدة من برنامج المسابقات ذي الاسم الرنان، احزرها مع نعمان. فلنرحب بالفريقين، الفريق الأول ميرا وإياد، والفريق الثاني صفقوا معي لملسون و أين غرغور يا ملسون؟ نعمان يا نعمان، يبدو أنه لن يأتي اليوم. هيا هيا يا نعمان لنبدأ بسرعة قبل أن يأتي فجأة صاحب الفرو الأزرق الذي أتيتكم مشاركا في مكان غرغور. غرغور، أعرفكم بنفسي، أنا مرمور العصفور. عصفور أتيت، أهلا ووطأت سهلا، تفضل اجلس هنا. مهلا مهلا. شكرا شكرا. عفوا عفوا. إذا يا ملسون، يبدو أن شريكك اليوم في المسابقة هو مرمور. وكما ستعلمون يا أصدقاء، مسابقتنا اليوم هي عن المشاعر. على المتسابقين أن يحزروا الشعور الذي سيعرضه لهم ضيف الحلقة، وعليهم أن يحزروا كيف نعبر عن هذا الشعور. لنرحب بضيف حلقتنا اليوم، أتانا زائرا من مكان بعيد. والكل بصداقته سعيد، البطريق حبيب. أهلا أهلا يا نعمان. أهلا 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 يا حبيب. ها، لا تبدو على ما يرام، ماذا حدث لك؟ إلى ما تنظر؟ لا يا نعمان، لا، أنا لست على ما يرام. ها، لماذا يا صديقنا وبطريقنا حبيب؟ بما تشعر؟ يا نعمان، أنا أشعر بشعور مزعج وغير لطيف، فأنا أنظر إلى الطيور التي تطير هناك في الأعلى، وأتمنى لو كان باستطاعتي الطيران، إلا أن البطريق يا نعمان كما تعلم لا تستطيع الطيران. الشكر الحار لضيف حلقتنا اليوم البطريق حبيب. شكرا لك يا نعمان. حسنا يا أصدقاء، يبدو أن حبيب يعاني من شعور غير لطيف، هل عرفتم ما هو؟ هيا لنرى ما هو شعور اليوم. والجولة الأولى، هل أنتم مستعدون؟ مستعدون 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 مستعدون. والسؤال هو، ما هو شعور اليوم؟ هل هو الحماس؟ أم الغيرة؟ قال الشاعر أبو المضيوف: الضيف نكرم والضيف نصون، من شيمنا الضيافة دوما ستكون، فتفضل جاوب يا طائر الحسون. شكرا يا عزيزي ملسون. ملسون، في الحقيقة والواقع واقع، وبحسب معلوماتي المتواضعة متواضعة. ها، سمعت هذه الجملة من قبل. تفضل. فإن الجواب هو الحماس. الحماس. حبيب متحمس لتعلم الطيران. طيران. لنرى جواب الفريق الآخر. شعور اليوم هو الغيرة. والآن لنرى الإجابة الصحيحة.
شعور اليوم هو الغيرة. أحسنتما يا ميرا وإياد. أنتما الفائزان في الجولة الأولى، ولكن هل ستستمران في الفوز؟ هذا ما سنعرفه في الجولة الثانية من احزرها مع نعمان. هل أنتم مستعدون؟ مستعدون. والسؤال هو، ماذا علينا أن نفعل حين نشعر بالغيرة؟ هل علينا أن نكون إيجابيين ونتذكر أن لدينا الكثير مما يميزنا؟ لا يهمني إلا ما أكون أستطيع الطيران، لأنني أستطيع الركض على الأرض أسرع من أي طائر يطير، وهذا ما يميزني. أم علينا تفقيع البلالين؟ قال الشاعر أبو الفلين، إن كنت غيران أو حزين، حزين، انسى الهموم وافقع البلالين. بلالين. حسناً، لنرى إجابة الفريق الآخر. إذا شعرنا بالغيرة علينا أن نكون إيجابيين ونتذكر أن لدينا الكثير من ما يميزنا. لنرى أي الإجابتين هي الصحيحة. والجواب هو، علينا أن نكون إيجابيين ونتذكر أن لدينا الكثير مما يميزنا. أحسنتما يا إياد وميرا، أنتما الفائزان لهذا اليوم في المسابقة. أنا متأكد بأنك تذكرني بأحد ما، لكني لا أعلم. بحسب معلوماتي وحساباتي، حساباتي، فأنا أقلدك بكلماتي. كلماتي. ولما تبدو عليك الحيرة؟ حيرة. ألا تعلم أن التقليد هو تعبير عن الغيرة؟ غيرة. أوهو. تتلو أرقام، هيا نعرف رقم اليوم، سيرافقنا حتى النوم. هيا نعرف رقم اليوم، سيرافقنا حتى النوم. 16 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 عن صالون أنا لا أسأل، ما فوق الرأس هو الأجمل، بني مجعد وهو الأفضل. أعرفتم ما أهواه، صحيح شعري، أنا أهوى شعري، أهوى شعري، أهوى شعري، لا شيء قد يشبه شعري في الحياة. أعلن أني أهوى شعري، أنا أعني حرفياً أهوى شعري، أضع المشبك يمسك شعري، أو أنفشه حراً شعري، شعري بضفيرته أجمل، له أشكال تتشكل، لذا أتركه أطول. أهوى شعري، أهوى شعري، وأبوح بأعلى صوتي، أهوى
أهوى شعري أهوى شعري، وسيعلم العالم أني أهوى شعري. تسريحة فوق وأخرى تحت، بيدي أمي يتزيد، أمشطه وأرتبه، يبدو جميلا منظره، يبدو جميلا في كل حال. أحب شعري مهما عنه يقال، شعري جزء مني جزء رائع مني، أنا أهوى شعري. أحب شعري. أحرف لغتي كم أهواها، وأرددها لا أنساها، أنسج منها حلو كلامي، وبها أرسل طيب سلامي. سلام على الأصدقاء الأبطال. مرحبا مرحبا يا أبطال في كل مكان. أنا أحب اللعب بالطائرات الورقية مع أصدقائي، كذلك البطريق الصغير. تعالوا معي لتستمعوا إلى قصة موسم الطائرات الورقية. إنه الربيع، موسم اللعب بالطائرات الورقية، والجميع يستعد لصنع طائرته الورقية بألوان مميزة وأشكال مختلفة، أحمر، أخضر، أزرق، أصفر. العم بطريق النجار يساعد ابنه في صنع طائرة معينية الشكل باللونين البنفسجي والأخضر، فهو ليس فقط أفضل نجار، بل أفضل من يصنع الطائرات الورقية في المنطقة. ما أجملها يا أبي! يقول البطريق الصغير فرحاً بطائرته. يا له من يوم مناسب للعب بالطائرات الورقية مع قدوم نسائم الريح! يقول البطريق النجار لابنه وهما متوجهان نحو التلة الخضراء المرتفعة. يصعدان التلة حيث تجمهر الجميع لعرض طائراتهم الورقية. يطلق البطريق الصغير طائرته وكذلك أصدقاؤه الصغار. ترتفع الطائرات كلها في السماء بكل الأشكال والألوان. تطير طائرة البطريق الصغير تتمايل يميناً ثم يساراً، تتجه للأعلى أعلى أعلى، يهتف فرحاً. انظروا يا أصدقائي، إنها تحلق عالياً. يتجمع من حوله الصغار مفتونين بطائرته العجيبة التي صنعها العم بطريق. بعد قليل يقترب منهم بحذر قنفذ صغير، يخرج منه صوت واهٍ لا يكاد يسمع. مرحباً. يكمل الصغار لعبهم دون أن ينتبهوا إلى هذا الصغير الغريب. مرة أخرى يقول القنفذ بصوت أعلى قليلاً.
مرحبا، هل يمكنني أن ألعب معكم؟ يتلفت الصغار باحثين عن مصدر الصوت، لكن لم يجدوا أحدا فأكملوا اللعب. يطرق القنفذ ويقرر أن ينسحب من المكان، ما إن خطى خطوة حتى انتبه إليه البطريق الصغير. مرحبا أيها القنفذ. فيقترب الصغار منه ويرحبون به. يسألهم القنفذ بخجل، هل يمكنني أن ألعب معكم؟ يجيبه الصغار، بالطبع، ولكنني لا أعرف كيف أطير طائرة ورقية. قال له البطريق الصغير، لا بأس، ستتعلم سريعا كما علمني أبي البطريق النجار. يقترب الصغار من القنفذ، يعطي الفأر خيط طائرته الورقية الصغيرة فيمسكها فرحا. تبدأ الطائرة الصغيرة بالارتفاع، تهب ريح فيفلت الخيط من القنفذ الصغير. يصيح الصغار، احذر ستطير. يركض القنفذ ويقبض على الخيط في اللحظة المناسبة. يمسك القنفذ خيط الطائرة هذه المرة جيدا، ثم يرخيه قليلا ويتركها ترتفع عاليا نحو السماء. يصيح بحماس، يا لها من لعبة عجيبة. يتحلق الصغار حول القنفذ فرحين، أحسنت أحسنت. ينظر القنفذ إلى البطريق قائلا، هل يمكنني أن أطير طائرتك هذه المرة؟ يتردد البطريق الصغير فينظر جهة والده الذي يومئ برأسه بالموافقة. يعطي البطريق الصغير خيط طائرته للقنفذ الذي يطيرها عاليا وبمهارة. يتحلق الصغار حوله ثم يغنون معا، طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان، طيري ومعي أصحابي، طيري ومعي نعمان. من بعيد يراقبهم البطريق النجار فرحا، ويتذكر طفولته مع أصدقائه حين كانوا يطيرون طائراتهم الورقية ويغنون معا. كم أحب اللعب بالطائرات الورقية، هيا لنغني معا. طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان، طيري ومعي أصحابي، طيري ومعي نعمان. إذن يا أصدقاء، قبل أن نودعكم سنسأل سؤال اليوم. هيا إلى العجلة. العجلة جاهز؟ واحد اثنان ثلاثة. العجلة تدور هوب هوب. العجلة تدور هوب هوب. العجلة تدور هوب هوب. اقفز اقفز هوب هوب. لم تدور العجلة، توقفت توقفت. سؤال اليوم هو، ما هي كلمة اليوم؟ كلمة اليوم هي هل عرفت ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، غيرة. غيرة هي كلمة اليوم. حسناً يا أصدقاء، إلى أن نلقاكم قريباً نقول لكم مع السلامة. وداعاً.